بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم اليوم المطبخ تاني مع الشيف محمد فوزي من الساعه على الهواء مباشره ان شاء الله. ما زال عندنا شادر السمك، شادر السمك لسه ما انتهاش ولسه بكره معانا ان شاء الله. ده اسمه اسبوع السمك او اسبوع شادر السمك، كل تمنوه تحبوه ان شاء الله يكون موجود. النهارده هنستكمل مع بعض ازاي نعمل اصناف موجوده، ولو اني كنت مستني حد يقول لي يا شيف نفس السمكه الفلانيه ديت يشاور لي عليها كده ويقول لي مثلا السمكه دي، اقول له هي دي او لا، يشاور لي على حاجه اقول انا عايز ديت بطعم جديد، اقول له طب والله عايز طاجن، يقول لا الطاجن لا انا اكلت الطاجن قبل كده مثلا، حاجه زي كده زي مثلا البياض او حاجه زي البوري، لا مش عايز لا بوري يا شيف، لا مشوي ولا مقلي، مثلا زي البربوني لا مش عايزه لا مقلي، نفسي كده كان يبقى الناس تتفاعل مع الحلقه وتقول نفسي اكل حاجه بالشيء الفلاني. وكمان جالي سؤال امبارح، ازاي نعرف الجمبري الفريش من الجمبري الغير فريش، او الجمبري البلدي من الجمبري اللي هو المستورد. ده جمبري بلدي، ده جمبري بلدي، بتلاقي الجمبريايه بتلاقي الجمبريايه يعني مش مفكوكه من التلج، تحس انها صحيه، تحس انها عينها شوف عامله ازاي، تحس انها عينها براقه، وده على فكره ده فريش. لما الجمبري بيقعد رسم السود، لما الجمبري بيقعد المستورد، لما بيقعد يتفك من التلج ويتحط على التلج يعني يقعد يوم واتنين، بتلاقي الرز اسود جدا. وتلاقي حاجه اوريها لكم دلوقتي موجوده برده هنا، ممكن هنا من كتر الشير والحط بتلاقي الراس كده، ده والله دي كويسه برده، هوريكم واحده ثانيه اهي، بتلاقي الراس بدات تدريجي اهي، بص يا جماعه تسود اهي، سودت وتشال الحته ديت كده، تلاقي اتشالت من ايه؟ من الراس، بص عامله زي سودت تدريجيا. دي لو قعد اكتر من يوم كمان او اتنين كمان فوق التلج بتلاقي راس اسود قوي، بتلاقي شكل اللحم بتاعه اسود مبقاش كويس. الجمبري دي بلدي 100%. طيب ازاي اعرف البلدي مستورد؟ على والله العظيم يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه، لو الجمبري مستورد لسه انت فكاه او هم لسه فاكينه من التلج وحاطينه على تلج مجروش، بتهيالي كتير مننا انخدع فيه. لكن هنجيب منين بقى؟ هنجيب من مصدر موثوق فيه، نعرف ان الراجل ده ما بيغشش، ما بيقولش ان ده بلدي وهو مستورد بس. وبعدين في منه ارجنتيني، في منه تايلاندي، في منه هندي، ده موجود اصلا في السوق، وبصراحه الناس بتتغش فيه. انا اول واحد ممكن اتغش فيه، اذا كان مصدر كويس جدا ممكن اجيب من عنده، لان هو لسه لو لسه متشال من الطبق المتلج بتاعه وحطه على التلج، انا شخصيا ممكن اتخم فيه، ممكن اقول لي ده مش ده السويسي، ده بتاع راس البر، ده بتاع مش عارف ايه كلام من ده، ويقسم 100 حلفان وياكد لي، وانا طبعا عشان حلف فممكن اصدق. لكن انا في علامات معينه تخليني اقول الجمبري دي اشتريها وما اشتروش. العلامات ديت ان بلاقي الراس الجمبريه زي ما انتم شايفينها كده اهي متماسكه، الجمبريه ماسكه نفسها، اللحم يعني ناشف معايا اهو كويس جدا، الراس كويسه، العين براقه، ده بشتريه يعني حتى لو كان مستورد برده بشتريه. لكن فيما عدا ذلك ما اشتريش الجمبري خالص ولا بثلاث تعريفه، خلوهم يقشروه ويحطوه في اكياس وبقول لك لحم، وبيعملوا كده في الاخر. طيب النهارده هنعمل ايه؟ بصوا له الفرن كده، انا جايب ملح خشن، هستخدمه مره واثنين وثلاثه ما تقلقوش، بس انا حاطه الفرن قبلها بنص ساعه عشان اعمل النهارده حاجه بتتعمل في العراق بشكل مش هنقدر نعمله في الاستوديو بالشكل دوت، لكن تقدري تعمليه في البيت لو عندك حديقه او عندك مكان اوبن كده، تقدري تاكلي احلى سمك. هتعملي ايه في العراق؟ بيعملوا ايه؟ السمك المسكوف العراقي او المسجوف العراقي بتعمل ازاي؟ بيجيبوا فحره كده ويحطوا فيها خشب ويولعوه، ويجيبوا سمك زي كده يفتحوه من الظهر وينضفوه، سمك هول يفتحوه من الظهر كده وينضفوه، دي الدهن بتاع السمك اهو ماشي، لان الدهن دوت بتاع السمك مفيد جدا، لما هيسيح مع الف سالب السمك هيخلي طعمه كويس. بيجيبوا بعد كده السمك دوت يفتحوه، وفي وسط الحفره كده يولعوا فيها، ويجيبوا السمك ده يحطوه على خشب مفروض كده على ابعاد محدده، ممكن على بعد مثلا ايه نص متر او متر او ثلاث اربع متر، بحيث يستوي على الصهد. تاكلي سمك ولا احلى من كده يا مدام هيام،
مدام ايام ازيك؟ السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام مدام ايام، ازي حضرتك؟ يا صباح السمك والجمبري والاكل الجميل يا شيخ. الله يخليك يا مدام، بتغلي العينين انت يا شيخ. الله يخليك يا مدام ايام، ربنا يكرمك. اشكرك، سلم ايدك. الله يخليك، الله يخليك يا مدام ايام. شيخ عايزك تعمل لنا الكشك بتاع الكشك السمك بالجمبري. كشك السمك بالجمبري، حاضر. تحفه بقى. لا عينيا بس كده، عينيا الاثنين. تسلم تسلم عينيك. بص يا شيف، هو في، خلي بالك، السمك الدبارة في ناس بيبيعوه على ان هو بوري وهو دبارة. بالظبط كده، صح كده. أيوة. طب نعرفه ازاي؟ نعرفه ازاي؟ بصراحة انا خبيرة السمك. طب نعرفه ازاي؟ البوري من الدبارة. طب نعرفه ازاي؟ يعني بيبيعوني، يعني بيبيعوا واروح اقول له لا مش دبارة، يقول لي ب35، اقول له لو سمحت ده مش بوري. نعرفه ازاي؟ يقول لي لا صح عندك حق. تاني يا مدام يعني هيام، مدام هيام، يا ريتك تقول يا شيخ. انت حضرتك قولي لي بتعرفيه ازاي، وارد المشاهدين بيعرفوا تعرفيه ازاي. انت قولي يا مدام هيام. هقول لحضرتك حاجه. قولي يا مدام هيام. السمك البوري، ايوه، طبعا ابيض، وطبعا مصدف كده ابيض، والبوري معروف، البوري الاصلي الحلو. البوري ايه؟ البوري. أيوة. البوري، ايوه، السمكه مصدفه بابيض. أيوة. جميله وباينه، وراس السمكه كبيره ومدوره. تمام. لكن السمك الدباره عطيه بوز، وهي رفيعه وغامقه من الجناب. طيب ايه الفرق بين الدباره والبوري؟ الدباره والبوري. طيب بص والدبارة. يا شيخ، السمك البوري طبعا لا يعلى عليه، ده التقليد، ده الدباره مش طعم البوري خالص، مش طعم البوري خالص. طيب ده ايه؟ تقليد وبيبيعوه زي البوري. ده ايه؟ الدباره. ده ايه؟ ده يا شيخ، ده ايه اللي على الشاشه؟ لا ده بوري. طيب حلو قوي. بوري. ايه الفرق بين البوري والدباره والطبار؟ بص يا شيخ، انا بقول لك السمكه الغامقه هي دباره. طب السمكه من الجناب كده هي دباره. طب لكن السمك البوري ده لا يعلى عليه. ايوه ماشي. طب والدباره؟ الدباره طبعا معلش ملهاش طعم زي البوري. طيب ماشي. طب والسهليه؟ مش حلوه. لا مش حلوه يا شيخ. لا انا اختلف معاك في السهليه، انا معاك. سمك البوري غير الدباره، صح كده؟ الحنشة يا شيف، اللي هي السهلية. لا حلوة، أنا بقول على الحنش. الحنش لا لا، بتكلم على السهلية. طب وريها لي عندك؟ لا ما عنديش. السهلية زي البوري كده، بس بتجمع بين الطبار وتلاقيها عريضة كده. بتقطك على الموزة؟ الموزة؟ وتلاقيها قد كده. في سمك موزة يا شيف زي البوري، صغير. ممكن بيسموه موزة عندكم؟ لو حد من اسكندريه عارف. جميله قوي، صغيره وحلوه ولحمها ابيض جميل. بالظبط كده، هي كده، هي كده بالظبط. صح كده، صح يا مدام. سلم ايدك يا شيخ. الله يخليك يا مدام، من اعمالك الحلوه. بشكرك جدا جدا، ربنا يخليك يا مدام ايام. بشكرك جدا جدا على المعلومات الجميله اللي بتقدمها لنا. وفعلا البوري غير الطبار، فعلا البوري لحمه يختلف، سمين شويه، طعمه احلى. الشكل ممكن الناس تتخم فيه، لكن البوري بيكون راسه كبيرة، الطبارة راسها رفيعة ومسحوب. زي ما انت شايفين كده، المقادير عبارة عن المسكوف على الملح، سمكة لوط، أنا جبت سمكة لوط، أو ممكن ناجل، ممكن وقار، ممكن كشر اللي هو كشر يعني، ممكن أي نوع سمك عند حضرتك هو اللي تعمليه. أنا فتحت السمكة من الظهر ونظفتها كويس جدا جدا، وعندي ملح خشن وتوم مفروم وعصير ليمون، هنقدمه على الخبز العربي مع بعض كده واحده واحده. سجلوا واكتبوا، المقادير سهله جدا، عباره عن سمكه لوط او ممكن اي سمكه هون عند حضرتك، مفيش مشكله. ملح خشن، توم مفروم، عصير ليمون، هنقدمه مع الخبز العربي. زي ما شايفين كده، السمك هنا بيعتمد هنا على 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 الشاي بتاع الخشب، لكن هو ما بيكونش فيه تبديلات كتيره. انا هنا جبت له تومه، خدت له راسين توم كده، او اسف فصين توم، وهرستهم مع شويه ملح صغير جدا اهم في الطبقه، وهدي له عصير ليمون، عصير ليمونه، وابدا اخد الكلام ده ادعكه بايدي على السمكه. السمكه دي قلنا شرط انها تكون طازه، هم بقى عندهم هناك السمك طازه موجود في زي كده مكان بيحط فيه ميه، ماشي، ويحط فيه السمك، يدنوا السمك، يلعب قدام حضرتك، تصطاد السمكه او تشاور على السمكه اللي انت عايزاها، ويبداوا ياخدوها، وبعد كده يبداوا يشقها لك ويبداوا يعملوها كده وتاكلي. مفيش احلى من كده حقيقي، يعني اللي سافر العراق
واللي عاش في العراق عارف ان الناس هناك فعلا بياكلوا السمك مميزين جدا بيه. ابدا اخد التومه كده امسح كده، شايفين ازاي بمسح اهو. التتبيله هنا خفيفه، مش عايز تتبيله تقيله، بعتمد هنا اساسي على ايه؟ على ان طعم السمك نفسه اهو بيبقى بيعتمد على الفحم هنا كده. وقوم جاي بعد كده واخد اهو زي ما انتم شايفين كده، بسيط جدا. انا بحط هنا التتبيله بسيطه اهو، تاكل سمك طازه ماشي، شويه ملح. شوف برش الملح ازاي. وقوم جاي بعد كده فاتح الفرن، وقوم مطلع ده كده بره الفرن شويه. جيب لي فوطه كده، وقوم جايب السمكه دي كده بالراحه وحطها هنا. بصوا لي كده اه، وقوم جاي محاول اثبتها بالخله علشان ما تقوسش معايا اه كده. احاول اثبتها بالخله عشان ما تقوسش معايا كده. على قد ما اقدر هنا برضو كده عشان السمكه ما تقوسش معانا، وادخلها الفرن تستوي. وبعد كده هي طبعا الملح من تحت هيدي طعم للسمك، عشان كده حاطط ملح فوق بسيط جدا. بعد كده يا جماعه هحط ورق سيلفر، احط ورق سيلفر على الفحم، اسف على الملح، علشان لما احط السمكه على بطنها تاني ما تحطش ملح كتير وتبقى حادقه تاني. يبقى انا بعد كده هجيب ورق سيلفر افرشها تاني. ادهنا عندي او ورقه زبده، اخدها احطها على الملح، ورقه زبده، وادهنها بشويه زيت صغيرين جدا واحطها على الملح، واقلب السمكه تاني عشان الوش بتاعها يتحمر. لكنها بتتقدم على بطنها، يبقى الظهر موجود في السيرفيس والبطن من فوق، وتقدم معاها شويه سلطات وتاكلوها بالهنا والشفا. يبقى احنا كده استغنينا عن الخشب اللي احنا المفروض بنشر السمك حواليه. بتنشر السمك بعيد عن الخشب في حدود نص متر كده، وبعدين لما بيستوي معاك شويه بتبدا تبعديه. هما هناك بيبعدوه لغايه لما يجي تاكل السمكه تحس انها حجم ملاش حل. تحياتي لاهل العراق، ونطلع فاصل صغير قد كده ونرجع تاني عشان نستكمل حلقتنا بعد الفاصل. زي ما انتم شايفين كده عندنا اصناف من السمك، منها البحري ومنها النهري ومنها الجمبري كمان. عندنا كشريات اهيت، وعندنا كشريات اهي، وعندنا كمان سلمون فريش. يا رب دايما نكون متهنيين ومبسوطين في احسن صحه واحسن حال. بس انا بصراحه مبسوط. ماشي، هنعمل دلوقتي مع بعض. عندنا بايركس او طاجن سي فود. عندنا هندخله بالصلصه البيضاء، وهنعمله النهارده بصوص الجبنه مع بعض كده. هنشوف ازاي طاجن سي فود بصوص الجبنه عباره عن ايه. جمبري طاجن سي فود بصوص الجبنه. كنت هضحك برضه. بص يا حبيبي، طاجن سي فود بصوص الجبنه، وهروم ازاي صوص الجبنه بتعمل. الموضوع سهل جدا وبسيط. بصوا عباره عن ايه، جمبري وصبيط وسمك فيليه واصابع كابوريا، اصابع كابوريا ماشي، ودقيق ماشي، وزبده وجبنه موزاريلا وحليب واعشاب عطريه وملح. تاني نقول تاني، جمبري صبيت
واصابع كابوريا يا جماعه اللي هي الصوابع ديت اللي هي شبه الكابوريا بس ما هي مش كابوريا حقيقيه. تمام، هنجيبها دلوقتي ان شاء الله وهنحطها. وعندنا جمبري وسبيت وفليه سمك وصبع كابوريا ودقيق وزبده وجبنه موزاريلا وحليب واعشاب عطريه وملح وفلفل. سجلوا واكتبوا وتعالوا مع بعض شوف هنعمل ايه. بص يا جماعه، اول حاجه بديه كده عشان اعمل حاجه زي كده، بقوم جايب الزبده على النار عشان اعمل حاجه زي البشاميل. الزبده على النار، ارفع، معلش اسف، ارفع بسرعه ليه؟ عشان البتاع سخنه. احط لها دقيق، اقلب مع بعضه كده اهو، احطها على النار كده تاني لغايه لما تبدا تسيح. بعدين انزل بايه بقى؟ انزل بالحليب كانك بتعمل بشاميل بالظبط. وعايز برضو هنا اللي ما يعرفش يعمل بشاميل يتعلم ازاي بحيث ان هو ما يكلكعش من حضرتك. بنزل على ثلاث مراحل. بصوا كده اهو. طب بشاميل متوسط ولا خفيف ولا تقيل؟ انا هعمل دلوقتي بشاميل يعتبر متوسط، اقرب للخفيف بشويه. فمع بعض كده هنشوف هتعمل ازاي الموضوع. هنا هناخد هنا نص كوبايه من الدقيق وربع كوبايه من الزبده على ثلاث ارباع لتر حليب. بديله ملح وفلفل وبديله هنا اعشاب عطريه عشان استخدمها هنا في السي فود، هستخدمها مع الاسماك. ادي هنا كده، ننزل بعد كده بالحليب. بص على ثلاث مراحل، اقلب لغايه لما تكون عندي زي ما انتم شايفين كده حاجه زي ايه؟ يعني حاجه تقيله شويه بس مش تقل اللي انا عايزه. اقلب كده زي ما انتم شايفين كده اهو. انزل بالجزء الثاني اهو، اقلب برضو، اظبط الملح وانا شغال كده ومعاها واحده واحده مش مستعجل. ولو في حاجه في الجناب كده لما احيانا بتبقى في حلقه كده ليها يعني نازله كده بشكل كده ستريت، بتبقى في حاجات كده في الجناب بمعلقه كده بحاول اطلعها. علشان بصوا شوف طلعت قد ايه، هوريكم حته كمان هنا اهو، طلعت ايه؟ بص طلعت ايه؟ اهي حلو كده اهو، قوي جميل جدا. كل الكلام ده لازم اجيبه كده ولازم اطلعه عشان يبقى معايا بالشكل ده. ابص على الفرن كده وازوده شويه. اعليه ماشي، واجي هنا اقلب تاني كده، اقلب واحط كمان حليب خلاص كده. بعد كده بجيب اصابع كابوريا موجوده في التجميد هناك يا احمد من فضلك، اصابع كابوريا جيبها لي في الثلاجه هناك ماشي. ناخد كده، هعمل ايه؟ اصابع كابوريا، اصابع هعمل ايه طيب؟ ماشي اهو، نقلب مع بعض. بعدين نجيب اعشاب عطريه نحطها، ده زعتر على فكره اهو، زعتر بري. اجيب كمان لو في روزماري هنا، ايوه في شويه روزماري اهم، شويه روزماري اهم، الله برده عكس الورقه كده، ادي كمان روزماري اهم. حاجات بتبقى تدي تست كويس قوي. اخد كمان زعتر نوع تاني من الزعتر اهو كده، احاول افركه كده اطلع منه اللي انا عايزه، واخد الباقي كده اقلب برده ده كده. بعد ما تغلي معايا هبدا احط الجبنه، جبنه موزاريلا على جبنه شيدر لو حبيتي، عشان جبنه رومي ميكس من الجبنه، او تحط جبنه موزاريلا فقط لا غير. في الحاله ديت بيبقى معاكي صوص الجبنه. ممكن احط لها هنا شويه توم صغيرين جدا اهو على طرف السكينه كده او المعلقه عشان تديني تيست ماشي. وبعد كده اجيب الطاجن زي كده احط فيه الجمبري، افرد الجمبري كده، احط فيه السمك اهو بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. بعدين اجيب السبيت، يبقى جمبري السمك، اجيب سبيت اقطعه برده قطع كده اهو. الكلام ده يا شيف محمد حضرتك ما خدتوش ليه سوتيه؟ لا مش عايز اخده سوتيه زي ما هو كده، الحاجه دي مغسوله كويس جدا. ابدا اخد كده، ابدا ارص هنا عشان بس لما يجي حد يقطع حاجه تطلع معاه مش كبيره اهو.
كده. زي ما انتم شايفين كده. ونجيب اصابع الكابوريا اهي اللي احنا قلنا عليها. اهي. نبدا ناخدها كده. نطلعها من الكيس بتاعها. اهو. نحطها كده. كام صابع كابوريا كده من هنا. اهو. طبعا دي يا جماعه مش كابوريا خالص عشان بس ما حدش يفكر انها كابوريا. دي مالهاش علاقه بكابوريا خالص، دي عباره عن سمك مضغوط واخد طعم الكابوريا. تمام؟ ناخده كده وبعد كده ابص هنا اقلب اجيب صوص الجبنه او احط الجبنه موزاريلا كده معايا انزل بيها. اهو. اقلب كده. بصوا كده معايا. بس بس كده ليه؟ عشان هتنط معايا، مش عايزه تنط، عايزه تنط جوه. بصوا عامله ازاي؟ اساتك اهي. استكت بقى صوص جبنه بصوا. اه استكت. مش عايزه تاستك معايا قوي. هاخدها كده وابدا اصب الكلام ده، بس بعد ما اعمل ايه؟ بعد ما اعمل هنا شويه ملح، شويه فلفل، توم كده، اعشاب عطريه تاني تاني ايوه تاني، وقوم جاي صابب الكلام ده هنا ومدخله الفرن. بص بقى عايزكم تجربوا الطاجن ده او الباركس ده. ادخل فرن على طول يا شيف محمد؟ ايوه ادخل فرن على طول عشان نطلع الفاصل بتاعنا الصغير اللي قد كده ونرجع تاني ان شاء الله نستكمل حلقتنا بعد الفاصل. عشان نعمل رز النهارده بنعمل رز بالسبيط المقرمش. ازاي رز بالسبيط المقرمش هتيجي ازاي مع بعض؟ هنشوف مع بعض ازاي. مقاديرنا فيه عباره عن ارز، رز وسبيط وعصير طماطم وجزر مبشور وبصل وتوم ودقيق وكاري باودر وشطه وملح وفلفل وزيت للقلي. مع بعض كده واحده واحده نشوف هنعمله ازاي. سجلوا واكتبهم وتعالوا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. اول حاجه انا عندي زيت بتاع السمك بتاع امبارح اهو، شايفين ازاي لونه عامل ازاي؟ اوريه لكم اهو، لان صفيته وغطيته فينفع النهارده استخدمه، ينفع النهارده. بص عامل ازاي عشان كميه كبيره. بصوا الزيت نضيف ازاي، ابيض اهو اه شكله. جبنا المعلقه تمام كده. هاخد منه جزء واحطه هنا عشان ابدا اشتغل الرز. اه ماشي تمام كده. بعد كده هقوم جاي واخد راس السبيط، راس السبيط مع جزء منه وهنزل هنا كده، وقوم جاي واخد بصلايه زي دي كده واعملها كده واخد بصلايه هنا اه شايفين ازاي كده مع راس الصبيط. اقلب كده بعد كده اقوم جاي واخد توم بسيط جدا وادي هنا الجزر المبشور، حط جزرايه مشهوره، ادي كمان الطماطم الفريش، حط طماطمتين فريش مع بعض معاها. اجي بعد كده احط هنا الرز، الرز على قد الكميه عشان
ما تتكتمش الحله، يبقى الرز كده بالظبط. لو اكتر من كده الحله تتكتم. بعد كده احط شطه، شويه شطه عليه بسيط، واحط عليه كاري، وقوم جاي ميه عندي تكون سخنه، ميه سخنه تكون موجوده بتغلي، وابدا اخد الكلام ده احطه على الرز لغايه لما الرز يستوي. يستوي في قد ايه؟ احنا اتفقنا قبل كده الرز بتاعنا بيقعد 5 دقايق على نار عاليه، ده رز مصري، 5 دقايق على نار عاليه، وبعد كده بياخد في حدود 15 دقيقه على نار واطيه، بعد كده بيطلع الرز. حواركم شكله عامل ازاي؟ ادي الرز اهو، هبدا انزل بالميه كده، خلاص كده، ايوه خلاص كده، لان هنا في جزر ما بكترش الميه عشان ما اطلعش رز معجن. واقوم اغطيه، اغطي الرز، وبعد ما بيستوي بيكون شكله كده. بصوا كده عامل ازاي، الله، بصوا مقادير مظبوطة. اجيب القعر من كده تحت من كده، فوق فوق زي تحت، شايفين؟ بعد كده هقوم جاي واخد، بص بقى، ادي الصبيت، اديله شوية كاري وشوية شطة وشوية ثوم وشوية ملح، واظبط هنا عشان ايه؟ فصل، فسمعت دي لازم تبقى في المطبخ كده عينيكي على كل حاجة. اقلب الكلام ده كله مع بعضه اهو زي ما انتم شايفين، وقوم جاي واخد الكلام ده كله فين؟ في الدقيق اهو، بصوا لي كده هعمل ايه؟ في الدقيق. هقوم جاي واخد السبيت ده تاني، واخده بحاجة تانية زي دي كده، اطلعه من الدقيق، بصوا لي كده اهو، من الدقيق، خلاص كده. وهقوم جاي مديله مية، بصوا لي كده، وهم جاي هنا النار عالية، وابدأ انزل مقرمش مقرمش زي ما بيجيبوا من بره، زي ما بيجيبوا من بره، بس هنا بقى واخد تتبيلة من معنا مدام حنان. ازيك يا مدام حنان؟ اهلا اهلا بيك يا مدام حنان، اتفضلي. انا طفلة جيب حاجة. اهلا يا حنان، ازيك، اخبارك ايه؟ جيب مقصوص. الحمد لله كويس. اخبارك ايه يا حنان؟ الحمد لله كويس. اتفضلي، معاكي سامع كويس قوي. هو انا كنت عايزه اسال عن طريقه عمل البيتزا. طريقه عمل البيتزا؟ حاضر، مقصوصك منه. حاضر يا حنان، علي حاجه تانية؟ لا شكرا، بشكرك جدا على اتصالك. زي ما انت شايفين كده اهو، هبدا كده اخده بالراحه اهو، وهطلع الفاصل وارجع تاني. هنعمل ايه بعد الفاصل؟ هنعمل نشوف السمكه دي، نقلبها على الظهر بتاعها، هوريكم ازاي دلوقتي. تعالى يا احمد اقف هنا من فضلك، احمد تعالى لي هنا، تعالى اقف هنا، لو حسيت كده كده شيله، ماشي خالص، هوريكم السمكه بتعمل ازاي هنا اهو. ادي السمكة اهي، بشيلها اهي، شايفين ازاي اهي. ببدأ بعد كده اجيب صاج زي ده كده اهو، زي ده كده، واخد السمكة دي احطها على الصاج بالشكل ده، اشيل كده اهو،
يا طبعا هيستوي تماما بنسبه 100%. ادهن بس الصاج ده السيلفر ده ادهنه شويه زيت علشان ما تلزقش كده اهو. بصوا لي كده ومجاب السمكه دي بالراحه بسم الله. هقدر اشيلها ولا مش هقدر اشيلها؟ نشوف كده. لو ما قدرتش يا جماعه اشيلها هسيبها، خلي بال حضراتكم عشان مش عايز افسد على نفسي فرحتي بالسمكه. ماشي اهو كده بسم الله الرحمن الرحيم كده. اتبهدلت؟ لا، هدخلها الفرن تنشف بقى واطلعها على شكلها كده، فسامحوني. تمام، هي كانت محتاجه تستنى الفرن شويه تنشف اكتر من كده، لكن احنا وقتنا قليل. هي بتاخد لها قد ايه في الفرن يا جماعه؟ تاخد لها تقريبا في حدود 45 دقيقه لغايه لما تلاقيها نشفت تماما من فوق واستوت. ماشي، وبعد كده هناخدها وبعد كده نقلبها نحمر الوش من ورا شويه. هدخلها الفرن تاني عشان هبدا اغرفها على كده، واعذروني عشان هطلع الفاصل الصغير بتاعنا اللي قد كده وارجع تاني ان شاء الله نستكمل حلقتنا بعد الفاصل. زي ما تشوفوا يا جماعه ادي عندنا السمك مع الصبيط المقرمش قدام حضراتكم، يا رب يعجبكم. وادي كمان عندنا سمكه المسجوف، المفروض تقعد لها كمان ربع ساعه في النار جوه، لكن احنا وقتنا ملتزمين بوقت مع حضراتكم. وادي كمان عندنا الطاجن اهو قرب يطلع، هنجيب له حاجه نطلعها عليها، هنجيب له بلانشه مثلا ولا نجيب له ايه، طبق اخضر احمر اصفر اهو. تمام كده، حط هنا احمد. وطبعا عشان صوص الجبنه في جبنه فاخد لون معايا زي ما انتم شايفين كده. الموضوع سهل جدا جدا وبسيط، وما يحلى الكلام وما يحلى اي حاجه. ماشي، وما يحلى الشغل الا بطبق سلطه خضراء. ماشي، طبق سلطه خضراء لازم يكون في قلب الشغل. وعندنا كمان ممكن ناكله بالعيش العربي اهو لو احنا عايزين الطاجن ده كده. وبكده حلقتنا خلصت، وان شاء الله اذا ربنا احنا كل العمر هيبقى بكره معانا اخر حلقه في حلقات السي فود. وما تنسوش ان احنا سجلنا يوم الثلاث حلقه امبارح ليوم الثلاث، برضو فيها اصناف من السي فود برضو ممكن حضراتكم تستعينوا بيها، وفيها اصناف جدا ان شاء الله. اتفرجوا على الحلقه بتاعت يوم الثلاث ان شاء الله هتعجبكم جدا برضو ان شاء الله. ناخد هنا كده، دي هنا كده بالشكل ده، نكسر بس الالوان الموجودة بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين. ناخد برضو شوية بقدونس او شبت، مش هقول لا لو فرمناهم كده. حطيناهم على هنا دي كده عشان كمان يديني تيست وشكل كمان للطاجن. ممكن شويه هنا كمان، شويه صغيرين جدا هنا. وبكده حلقتنا خلصت. يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم، نتمنى دايما نكون بنقدم كل ما هو مفيد وجديد. ولسه عندنا كمان شادر السمك، ما زال لسه في اسماك ثانيه. لو طلعت تقدم ايه بكره ان شاء الله تنتظرونا في نفس الميعاد ده قبل كده بساعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.
ماشي.